الحملة من 8 أيلول حتى 13 أيلول، تقوم فيها مجموعة لقاح سوريا. اللقاح مصدره اليونيسيف وبإشراف من منظمة الصحة العالمية. الحملة تحصل بعد انقطاع طويل لحملات اللقاح عن منطقة عفرين. تستهدف الحملة جميع الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخمس سنوات. هذه الحملة سوف تكون مقدمة لحملات أخرى وتجهيزا لانطلاق برنامج التلقيح الروتيني. إلنا زمان يعني خايفين من الأمراض وشل الأطفال، يعني إنه لأنه صار له زمان ما إجا حملة تلقيح على المنطقة، واليوم الشباب كتر خيرهم عم بيدوروا على البيوت وعم يعطوا أدوية للأطفال مشان حملات التلقيح. من عشرة بعد انقطاع دام لعام ونصف عن المنطقة بسبب الظروف التي مرت بها، تعود حملة اللقاح لتنطلق وتشمل آلاف الأطفال محاولة إنقاذ الطفولة من براثن المرض الذي يهددها. أنور أبو الوليد، أورينت نيوز، مدينة عفرين.